أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم عين على المغرب. موضوع حلقتنا اليوم السياسة السجون بالمغرب. نستضيف وإياكم فضيلة الدكتور الباحث عبد النبي عيدودي. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ. عرف المغرب يعني مؤخرا فيما يخص سياسة السجون نوعية في التدبير الإداري ومجموعة من الإجراءات للنهوض بهذا القطاع. كيف ترون ذلك؟ في الحقيقة يعني ما عرفته من تأهيل وإعادة البناء المؤسسات لإدارة السجون كان شيء مهم في المملكة المغربية، لأن إذا وقفنا على السجون في مرحلة الاستقلال وما بعد الاستقلال يعني كانت يعني هناك ملاحظات كثيرة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية حول وضعية السجون والتعامل مع السجين أيضا وتمكين هذا السجين من الحقوق الطبيعية دياله. واليوم الأمور تحولت بشكل كبير جدا. نتحدث عن أن السجين أصبح يتمتع بمجموعة من الحقوق كما هي موصى بها في المواثيق والعهود الدولية، وأصبح الموظفي إدارة السجون أيضا يتمتعون بحقوق وامتيازات مهمة جدا تساعدهم على أن يؤدوا الخدمة ديالهم والمردودية ديالهم بشكل ناجع وجيد. البناء أيضا على مستوى البنية ديال السجون والمكان ديال النزال والفضاءات أصبحت الآن تتجاوب والشروط الدولية والإنسانية بتوفير المكان المناسب للأكل، المكان المناسب للنوم، المكان المناسب للقيام بأنشطته الرياضية أو الثقافية، ثم أيضا المكان المناسب لتتبع الأخبار، وزيد عن ذلك انفتاحه أيضا على العالم الخارجي من خلال فتح الباب لمجموعة من المؤسسات والفعاليات المدنية للدخول إلى تنظيم أنشطة أيضا داخل إدارة السجون. هذا يحيل لنا يعني الفلسفه ديال السجن، لان السجن في حد ذاته ليس هو انتقام او جزاء، ولكنه هو جزاء عن واحد الجرم الذي ارتكب من طرف يعني واحد السجين. صحيح صحيح، يعني فلسفه السجون تاتي في هذا الباب، هو ليس انتقاما وليس انتقاصا من الانسان، بل هو وقفه مع هذا الانسان لكي ينتبه، لكي يعود الى صوابه، ولكي يقلع عن أفعاله التي تخالف الطبيعة البشرية وتخالف القانون المعمول به، وبالتالي يعود إلى طبيعته وإلى حياته ويعيش بشكل طبيعي. وأيضا هو أيضا محطة لإعادة الإصلاح بالنسبة للذين لم يبلغوا السن الرشد، الأطفال، الطفولة والأحداث في إطار المسؤولية التقصيرية أيضا. يعني هناك أحداث تقع في الأطفال وكيمشيو فيها إلى يلقون فيها إلى السجون في إطار مؤسسات إصلاحية، تكون أيضا محطة مهمة من أجل إعادة البناء النفسي والتربوي لهذا الطفل وتمكينه من العودة والولوج إلى المجتمع بشكل طبيعي. إذا يعني بالإضافة يعني الجانب البنيوي فيما يخص البنايات والتجهيزات والسير الإداري، فضرورة الملحة وهي خلق يعني برامج اللي تحاول على أنه هذا السجين كما تنقولوا لا دخل هو سجين بجرم خص يخرج إنسان آخر، هي نوع من البرمجة تقتضي من الدولة واحد مجهود جبار. صحيح، لأن هذا هو الهدف. الهدف من لدى الإدارة ديال السجون أو من سياسة السجنية بالمغرب
ليس هو تكريس نفس الوضع الذي دخل به السجين، يعني السجين كما دخل يخرج، لا، عليه أن يستفيد في مرحلة السجن عبر مجموعة من البرامج ومجموعة من الأنشطة التي تعيد تربية سلوكه من جديد. وهناك أيضا يعني هذا لم يأتي يعني بين عشية وضحاها، بل هو كان نتاج تراكمات ونتاج نقاش فقهي حاد وفلسفي لدى الفلسفات الغربية أيضا التي تستفيد من المغرب. النظرية الألمانية الجديدة هو أنها ترفض السياسة الجنائية الجديدة في ألمانيا، ترفض مسألة العقاب للسجين، بل تقف في هذا التوجه الذي قلنا لإعادة تربيته وتنبيهه والبحث في الأسباب التي تدفعه وإيجاد الحلول لها التي هي كانت سبب في الوقوع في السجن. يعني كيف نحد من الأسباب كبنية اجتماعية في إطار القوانين والأنظمة، كيف يمكن تجديدها وتنظيمها حتى يستطيع هذا الإنسان غير قادر، القانون يردعه والواقع يردعه، ولا يستطيع أن يقوم في هذا الجرم. وهذا ما يسمى بالسياسة الجنائية الإصلاحية وليست العقابية. إذن الحديث هنا عن دور الملح الذي يجب أن يأخذه يعني المجتمع المدني أو المؤسسات الغير رسمية في سياسة المغربية بالسجون، يعني هنا يجب أن ينخرط فعليا. نلاحظ هناك قصور للمجتمع المدني وحضوره الفعلي داخل برامج المؤسسات. بدأ بعد الانفتاح عن طريق المرافق العمومية فيما بينها، الآن هناك بعض الجمعيات الحقوقية التي أصبح لها الحق في الولوج إلى المؤسسات وتلقي يعني مجموعة. هناك أيضا حتى النيابة العامة عن طريق مسؤوليها هي تلج إدارة السجون وتراقب وتوجه السجناء وتراقب وضعهم الصحي طبعا والاجتماعي، وتراقب تطور ديال السلوك ديالهم ومدى فهمهم للأحكام ولجسامة الأخطاء التي وقعوا فيها وارتكبوها. بالتالي الآن يمكن أن نسجل أن إدارة السياسة السجنية بالمغرب عرفت يعني نقاط تقدم كبيرة ومؤشرات جد إيجابية سجلت حتى على مستوى المنظمات الدولية. شكرا دكتور على هذه التوضيحات، نضرب لكم موعدا أعزائي المشاهدين في حلقة قادمة. شكرا لبرنامج عين على المغرب. شكرا.